شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا في قضية الإمامة، وذكرنا أن الفرضية الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له موقف إيجابي تجاه قضية الإمامة من بعده، وذلك عبر تحديد نظام الشورى. هذه الفرضية أو هذه النظرية تعترضها عدة تساؤلات. التساؤل الأول: هل نجد لهذه النظرية نموذجا في تاريخ الرسالات السماوية؟ وأجبنا على هذا السؤال: كلا. التساؤل الثاني: هل نجد لهذه الفكرة، فكرة الشورى في القيادة، نموذجا في حياة خاتم الأنبياء محمد؟ وأجبنا على هذا التساؤل: كلا. التساؤل الثالث: هل نجد لهذه الفكرة نموذجا في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا استثنينا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ في حياة بقية الصحابة هل نجد نموذجا
وتطبيقا ومثالا لهذه الفكرة؟ وأجبنا على هذا السؤال كلا. هذه النظرية لا يوجد لها نموذج لا في حياة الأنبياء ولا في حياة خاتم الأنبياء ولا في حياة الصحابة الذين تعاقبوا على الحكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما التساؤل الرابع فهو: إذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد عين للأمة نظام الشورى في القيادة، فهل أوضح للأمة معالم هذا النظام؟ الجواب على هذا التساؤل يحتاج إلى تقديم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن الأنظمة التي تحدد مسيرة الحركة الفردية والحركة الاجتماعية، هذه الأنظمة تمر عادة بمرحلتين. المرحلة الأولى تشريع النظام على نحو كلي، نشرع أنظمة كلية لتحديد مسيرة الحركة الفردية والحركة الاجتماعية، هذه مرحلة. هذه المرحلة مهمة، ولكن الأهم من هذه المرحلة هي المرحلة الثانية، التشريع للأنظمة على نحو كلي. هذه مرحلة مهمة، ولكن هذه المرحلة لا تحقق الغرض من النظام ومن التنظيم ومن التقنين الاجتماعي. القانون ما هو هدفه؟ القانون هدفه ألا يكون هنالك ظلم في المجتمع، ألا يكون هنالك اختلاف في المجتمع، أن يوصل الفرد والمجتمع إلى الكمال الممكن. إحنا إذا قررنا نظام كلي فقط واكتفينا بهذه المرحلة وما تعقبت هذه المرحلة مرحلة ثانية، ما هي المرحلة الثانية؟ تحديد ملامح هذه القوانين، تعيين معالم هذه الأنظمة، بيان صغريات هذه القوانين. إذا ما عمل المقنن هذا الشيء، الهدف من النظام لا يتحقق، الغاية التي توخاها لا تحصل. المقنن يأتي ويقول الظلم قبيح، الظلم محرم،
انتهت القضية عند هذا الحد. ما يحتاج الأمر إلى توضيح معالم الظلم، ما هو معنى الظلم، ما هي مفردات الظلم، هل هذه المفردة تعتبر ظلما أو لا تعتبر ظلما؟ المشرع يجي يقول أيها الناس لا تظلموا، أيها الناس صيروا خوش أوادم، أيها الناس لا يتعدى بعضكم على بعض، انتهى، هذا هو القانون. الآن القانون الذي تجدونه في الدول تكتفي بهذه المرحلة، مرحلة العموميات والقوانين الكلية. إذا المقنن هالشكل يقول إذن ما حللنا المشكلة الاجتماعية، هذه المفردة ظلم أم لا؟ المجتمع يختلف، هذا يقول ظلم، ذاك يقول مو ظلم، التشخيص يختلف، المصالح تختلف، الاستجابات النفسية والخارجية تختلف. فإذا هذا القانون لم يحل المشكلة الاجتماعية، المقنن يجب أن يأتي ويقول الظلم قبيح، محرم، ممنوع، هذا ظلم، هذا ليس بظلم. العلاقات التي تحكم العامل ورب العمل كيف يجب أن تسير على أساس العدل؟ يجب أن يحدد. فالمرحلة الأولى مرحلة التقنين للأنظمة على وجه كلي، المرحلة الثانية توضيح معالم هذه القوانين. جيد، النبي صلى الله عليه وآله، نأتي إلى هذه النظرية، نظرية ابن أبي الحديد وقبل ابن أبي الحديد ونظرية الكتاب الإسلاميين، كثير منهم الآن، نظرية الشورى. النبي صلى الله عليه وآله قال أيها الناس قضية الإمامة شورى بينكم، أنتوا انتخبوا. جيد، هذا تقنين نظام الشورى، ما يحتاج إلى توضيح. ما معنى الشورى؟ أنا أجيب لكم مثال، عمر عين شورى، حدد معالم هذه الشورى، من يشترك في هذه الشورى؟ الجواب، عمر قال 6 أفراد، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، وطلحة والزبير، 6 أفراد. إذن عين الأفراد المشتركين في الشورى، كم يتداولون؟ الجواب 3 أيام فقط، يجب في خلال 3 أيام يعينون واحد منهم إمام. ما هي ضوابط الاختلاف؟ إذا هؤلاء اختلفوا ما هي الضوابط؟ عمر عين قال إذا صاروا أقلية وأكثرية اضربوا أعناق الأقلية وحكموا رأي الأكثرية. جيد، إذا تكافؤوا، يعني هؤلاء 6 3 منهم كانوا في كفة و3 في كفة، فماذا نفعل؟
عمر يفكر في هذا، قال: فرجحوا رأي الجماعة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف. ليش؟ هذا بحث آخر. هذا النظام الذي وضعه عمر إلى وين كان يؤدي؟ ليش قال عينوا الجماعة، رجحوا الجماعة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف؟ هذا بحث آخر يرتبط بالتاريخ وبتوجه الثاني ونظرته وهدفه من هذه الشورى. فحد واضح، أكثرية أخذوا الأكثرية، أقلية اضربوا أعناقهم، تكافؤ الجماعة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف. النبي هذا عمر يريد يحدد إمامه من بعد مؤقته. كم؟ 5 سنوات، 10 سنوات، 4 سنوات، بمقدار حكومة الإمام الثالث الذي يأتي بعد عمر. النبي صلى الله عليه وآله اللي يريد يحدد نظام الشورى إلى يوم القيامة، مو لعام وعامين وثلاثة أعوام، إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول شورى وانتهى. هذا هو شورى. شورى يعني شنو؟ مو معلوم. شورى من؟ مو معلوم. شورى جميع البلاد الإسلامية، لو شورى المدينة فقط؟ مو معلوم، النبي ما قايل. إذا شورى أهل المدينة فقط، شورى كل أهل المدينة، لو صنف خاص من أهل المدينة؟ مو معلوم، النبي ما قايل. إذا صنف خاص من أهل المدينة، فمن هم هؤلاء الصنف؟ مو معلوم. هل هم العسكريون؟ مو معلوم. هل هم السياسيون؟ مو معلوم. هل هم العلماء؟ مو معلوم. هل هم المهاجرون؟ مو معلوم. هل هم الأنصار؟ مو معلوم. هل هم الأوس والخزرج من الأنصار؟ مو معلوم. ماكو ضوابط. المكان ما إلى ضوابط، الزمان ما إلى ضوابط، الأصناف المشتركين في هذه الشورى ما إلها ضوابط، المواصفات التي يجب أن تكون في الإمام مو معلوم. هل يجب أن يكون عالما؟ لو لا، حتى إذا كان جاهل ما يعرف معنى الأب وفاكهة وأبا، أيضا انتخبوا إمام مو معلوم. هل يجب أن يكون من قريش أم لا؟ مو معلوم. هل يجب أن يكون هاشميا أو لا؟ مو معلوم. إذا اختلفت الأمة على قولين في انتخاب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، فقول من هو المرجح والمحكم؟ مو معلوم. هالشكل يعني هالشكل يقنن القانون؟ قانون مقنن يجي يقول أيها الناس لا تظلموا، انتهى، هذا هو، هذا قانون. ألا يجب أن يحدد النبي صلى الله عليه وآله معالم هذا القانون؟ ألا يجب أن يوضح معالم هذه القوانين؟ ألا يجب أن يبين مفرداتها؟ ألا يجب أن يبين ضوابطها؟ قضية الزواج، زواج علاقة شرعية بين رجل وامرأة، الدين يقول تناكحوا، انتهى، هذا هو. النبي صلى الله عليه وآله والدين حدد ضوابط لهذه القضية،
وهي قضية بين الرجل وامرأة مو أكثر من هذا. فقهاؤنا كتبوا حول الضوابط الشرعية للنكاح، كم صفحة؟ صفحة، صفحتين، 3 صفحات، أكثر من 4000 صفحة في قضية النكاح والضوابط الشرعية التي تحكم النكاح، أكثر من 4000 صفحة في قضية النكاح. في قضية الصلاة الفقهاء كتبوا أكثر من 5000 صفحة، هاي الصلاة اللي نصليها وبقية الصلوات. في قضية الطهارة يعني الوضوء والغسل والتيمم وما يتعلق بها في الطهارة، الفقهاء كتبوا لتحديد الضوابط الشرعية أكثر من 6000 صفحة. النكاح أكثر من 4000 صفحة، الصلاة أكثر من 5000 صفحة، الطهارة أكثر من 6000 صفحة. ولكن تجي إلى هذه القضية المهمة، قضية الشورى اللي كل شيء يتعلق بهذه القضية، بالإمام تقام الصلاة ويقام الصوم وتقام الزكاة ويقام الحج وتقام العلاقات الاجتماعية وتحقق أهداف الدين، النبي سطر واحد ما قايل. معقول هذا؟ معقول من قائد حكيم؟ في النكاح 4000 صفحة أكو بحث في الضوابط الشرعية، ولكن النبي في قضية الشورى في القيادة من بعد ما ذكر ولا سطر واحد، لا في البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في الترمذي ولا في أي كتاب من الكتب الشيعية أو السنية. معقول هذا المطلب؟ هذا هو التساؤل الرابع. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد حدد لهذه الأمة نظام الشورى في الإمامة من بعده، فهل أوضح ملامح هذه الفكرة؟ هل أوضح معالم هذه النظرية ولو بسطر واحد؟ التساؤل الخامس، هل الشورى تكون في إطار النص أو تكون في قبال النص؟ أيهما؟ القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال. القرآن الكريم يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الله يعين ماكو مجال للشورى. إذا الله أوجب الصلاة أكو معنى للشورى كما تفعله بعض برلمانات اليوم، المجالس النيابية، مجالس الأمة، بعضها يقعدون ويفكرون ويشرعون خلاف ما أنزل الله.
صحيح الشورى؟ نسوي شورى أن صلاة الصبح واجبة أو مو واجبة، صحيح هذا المطلب؟ نسوي شورى أن القاتل يقتل أو ما يقتل؟ نسوي شورى أن الحج واجب لو مو واجب؟ نسوي شورى أن العمال يصومون في شهر رمضان لو ما يصومون في شهر رمضان كما فعلته بعض المجالس النيابية في بعض البلدان الإسلامية، صحيح هذا المطلب؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، بعد ما لهم حق. وفي آية أخرى الله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، الله هو الخالق، الله هو المشرع والمقنع. بناء على هذا نطرح هذين السؤالين. السؤال الأول، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن ورد النص بتعيين الإمام يعقل أنه يقول للأمة اختاروا لأنفسكم القضية شورى؟ هذا النبي ما يناقض نفسه إذا يسوي هذا العمل، وحاشاه أن يفعل هذا العمل. النبي اللي من أول بعثته إلى آخر بعثته كان يقول علي، من اليوم الأول كان يقول علي إلى اليوم الأخير كان يقول علي. راجعوا كتاب حياة محمد لهيكل، هيكل واحد من علماء مصر، في الطبعة الأولى من الكتاب، لأن في الطبعات الثانية حذفوا هذا المقطع. يقول النبي قال لعلي أنت أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي. بعد النبي شو يقول بعد هذا؟ يقول أنت خليفتي من بعدي، أكثر من هذا يقول؟ يقول في صحيح البخاري أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أحد الأفراد قبل فترة كان يقول أنه يعني من كنت محبه فعلي محبه، اللي أنا أحبه علي بن أبي طالب يحبه، هذا معنى الحديث، اللي أنا أنصره علي بن أبي طالب أيضا ينصره، هذا معناته. قلت له العرب بيني وبينك عرب، افرض قائد دولة، اي دولة من الدول، صعد فوق المنبر وراء الميكروفون قال ايها الناس انا في الايام الاخيرة من حياتي واني يوشك ان ادعى فاجي، من كنت وليه ففلان وليه، من كنت مولاه ففلان مولاه. شنو معنى هذا؟ الناس شنو يفهمون من هذا؟ يفهمون يعني اللي أنا أحبه هذا يحبه أيضا، هذا معناته. لو هذا صريح في تعيين الإمام دا يقول اللي أنا ولي فلان ولي، النبي يقول أمام الجماهير أمام 100,000 واحد أو أكثر، 120,000 واحد، 80,000 واحد، إني يوشك أن أدعى فأجيب، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بعدين يجون يبايعوه،
بعدين الأول والثاني يقولان له في كتبهم مو في كتبنا: بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. راجعوا مصادر. راجعوا مصادر هذا في كتاب الغدير من كتبهم، يعني يقول من كنت محبه فعلي محبه. يوقف الناس في هذا الحار 120,000 واحد، 100,000 واحد، 80,000 واحد، يوقفهم في هذا الحار في الهجير حتى يقول أنا اللي أحبه علي يحبه. والبيعة يعني شنو؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. شنو النبي اللي من اليوم الأول إلى اليوم الأخير كان يقول علي صلوات الله عليه، معقول يجي يشرع نظام الشورى؟ وإذا شرع النبي نظام الشورى، نظام الإمامة لا نظام الشورى، هل يحق للأمة أن تنتخب إماما خلاف ما عينه الله ورسول الله؟ هذه تساؤلات خمسة حول النظرية الثانية وهي نظرية الشورى. البحث في هذا الميدان طويل لكن أكتفي بهذا المقدار. إذا كانت النظرية الأولى باطلة، إذا كانت النظرية الثانية باطلة، فلا تبقى عندنا إلا النظرية الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له موقف إيجابي تجاه الإمام من بعده، وذلك بتعيين فرد معين يكون هو الإمام من بعده. الفصل الثاني: شبهات حول الموضوع. الشبهة الأولى، هاي الشبهة وآية يركزون عليها، أكتفي في هذا اليوم فقط ببيان هذه الشبهة. إذا النبي صلى الله عليه وآله عين الإمام من بعده، قال علي بن أبي طالب، معقول هؤلاء الصحابة الأجلاء المؤمنين المتقين الذين شهدوا مع رسول الله غزواته، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، معقول كلهم يخالفون النبي؟ معقول ذول الصحابة المؤمنين المجاهدين النبي يقول علي، هم يقولون لا؟ معقول هذا ممكن؟ طبعا هذا السؤال فيه مغالطة، احنا ما نقول ان كل الصحابة خالفوا النبي صلى الله عليه وآله، لا، نقول مجموعة من الصحابة خالفوا النبي. معقول مجموعة من الصحابة يخالفون النبي صلى الله عليه وآله؟ كثير وقفوا، الزبير وقف قال لا أضع سيفي حتى يبايع علي، فجاءوا وهجموا عليه وأخذوا منه سيفه. هذا الزبير. بني هاشم ما بايعوا، حتى في البخاري في باب غزوة خيبر، البخاري عجيب ما تقدر تلقي في شيء، تبحث ساعتين عن الرواية ما تجدها، فتجدها في باب آخر. حتى البخاري في باب غزوة خيبر يقول إن عليا وبني هاشم لم يبايعوا إلى 6 أشهر. طبعا هو يحدد بهذه الفترة، نحن نعتقد أنهم لم يبايعوا إلى النهاية، هو يقول إلى 6 أشهر ما بايع. إذن الزبير ما بايع، العباس ما بايع، بني هاشم ما بايع،
ما قبله. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ماتت وهي واجدة على فلان، هذا في البخاري باب منقبة فاطمة، راجعوا، ماتت وهي واجدة على فلان، ما بايع. احنا ما نقول كل الصحابة، ابو ذر ما قبل، سلمان ما قبل، عمار ما قبل، مقداد ما قبل، فاحنا ما نقول كل الصحابة رفضوا امر النبي صلى الله عليه واله، مجموعة يمكن اكثرية الصحابة رفضوا تنفيذ امر النبي. معقول؟ ممكن؟ جوابان. الجواب الأول من القرآن الكريم، النبي موسى نبي من أنبيائنا، من أولي العزم، كليم الله، أنقذ أمته من الظلم، رأوا المعاجز والكرامات بأعينهم من هذا النبي، ما مات، غاب عنهم. كم يوم غاب عنهم؟ 34 يوم. مو مات، 34 يوم غاب عنهم، قال أروح وأجي. عجيب هذا وجوده في القرآن حقيقة. في اليوم 35 جاء لهم السامري، قال لهم شنو منتظرين؟ هاتوا حليكم، القلائد والمعاضد والخلاخل والأقراط، هاتوا حليكم، أصنع لكم إلها. مو قضية الإمامة، قضية الألوهية، أصنع لكم إلها. قبلوا لو ما قبلوا؟ فجاءوا له بحليهم وخلاخلهم وأقراطهم، كوموها. هذا في اليوم 35. في اليوم 36 37 38 السامري أخذ هذا الذهب، هذه الحلي، وضعها في البوتقة في مواقد النار، وصنع في هذه الأيام 3 عجلا، عجل مشكل، أخرج لهم هذا العجل. العجل كان له خوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تمثال، ولكن يطلع منه صوت. هذا هو، شلون كان يطلع منه صوت؟ بعض المؤرخين يقولون فقبضت قبضة من أثر الرسول، يقولون هاي هي العلة كما هو ظاهر القرآن الكريم، وبعض يقولون لا، هذا كان عالم سوى في صدر هذا العجل أنابيب بكيفية معينة اللي تفرز الهواء المضغوط فيخرج من هذا العجل صوت كأنه صوت الخوار. اليوم 35 قال جيبوا الحلي، اليوم 36 37 38 صنع هذا العجل عجلا جسدا له خوار. في اليوم 39 ونبيهم حي وهارون أمامهم،
قال لهم هذا إلهكم وإله موسى. هذا العجل هو الله. شنو كان موقف بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل في ذلك الوقت كانوا حسب بعض المؤرخين 612,000 عددهم. كم واحد منهم عبدوا العجل ورفضوا الله؟ رفضوا الله 600,000 واحد منهم عبدوا العجل. هارون وهو نبي وصي نبي قال أيها الناس انتظروا اصبروا، 600,000 واحد عبدوا العجل ورفضوا الله. هذا في اليوم 39. 12,000 واحد أقلية قليلة مستضعفة بقوا مع هارون ورادوا يقتلون هارون. هذه الأكثرية أرادت أن تقتل بها تقتل هارون، أرادوا أن يفتكوا به. معقول؟ بلي معقول. هذا القرآن يقول أمة نبي رفضت مو النبوة مو الألوهية مو الإمامة، رفضت الألوهية بعد كم يوم؟ 35 يوم، بعد 34 يوم. هذا اليوم 39، اليوم 40 إجا موسى شاف كل أمته رايحة، 600,000 واحد رايحين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ليش مو معقول؟ شيطان قوي، مصالح قوية. الآن هذه الدنيا اللي يتعاركون يتقاتلون ملايين القتلى، الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية، ليش؟ مصالح. المصالح مهمة، المصالح تقف أمام الناس. النبي قال خلي يقول النبي، نعوذ بالله. قابيل ليش قتل هابيل؟ مصالح، حسد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا الجواب طويل وعريض، أقتصر بكلمة من الصحابة. مو فقط في حياة النبي صلى الله عليه وآله، بعد وفاة النبي كانوا يخالفوا، حتى في حياته كانوا يخالفوا في حياته. هذا صحيح البخاري موجود، صحيح مسلم، صحاحه. كانوا يقفون أمام النبي صلى الله عليه وآله نماذج. كم نموذج تردون؟ 1، 2، 10. أكو حوالي 100 نموذج أن كبار الصحابة خالفوا النبي في حياته ووقفوا أمام النبي صلى الله عليه وآله. أكو مانع أن يخالفوه بعد وفاته؟ ليش تستبعد؟ ليش؟ ليش بعيد؟ خالفوه في حياته. أنا أكتفي بنموذج واحد، النبي صلى الله عليه وآله. هذا في البخاري موجود، في صحيح مسلم موجود. في مرضه طلب أسامة، جعله قائدا، قال روح قاتل، بعث المهاجرين الأنصار كبارهم، قال روحوا قاتلوا، نفذوا جيش أسامة. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة بهذه القوة. النبي إجا كان محموم كان مريض، بكل قوة أصدر هذا الأمر. أطاعوا هذا الأمر؟ الشيخ سليم البشري أو البشري، هذا شيخ الأزهر كان. السيد شرف الدين رحمة الله عليه استشكل عليه بهذا الإشكال، أنه ليش؟ أولا ليش طعنوا في إمارته؟ قالوا هذا شاب، هذا عمره 18 سنة، هذا يصير رئيسنا؟ وبعدين ليش ما راحوا؟ ليش بقوا؟
النبي بتأكيد، أنا أقرأ لكم هذا المقطع لا بأس بذلك، قال له أسامة للنبي: بأبي أنت وأمي، أتأذن لي أن أمكث أياما حتى يشفيك الله تعالى؟ هو أسامة قائد الجيش، إذن لكم يوم أبقى؟ قال: أخرج وسر على بركة الله، روح. قال أسامة: يا رسول الله، إن أنا خرجت وأنت على هذه الحالة، خرجت وفي قلبي قرحة، أنا متألم لحالك، أنت مريض على فراش المرض. قال له النبي: سر على النصر والعافية، روح. قال أسامة: يا رسول الله، إني أكره أن أسائل عنك الركبان، أنا أروح الوفود اللي يجون من المدينة أسألهم شلون النبي، لا أحب أكون يمك. قال: أنفذ لما أمرتك به، هذا أمر، روح. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، جهزوا جيش أسامة. الشيخ سليم البشري يقول لشرف الدين: هؤلاء ما طاوعتهم نفوسهم، شوي دققوا في هذا الحوار، حوار لطيف، ما طاوعتهم نفوسهم على فراق النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يحبون يكونون مع النبي، هذا كان من حبهم للنبي، إشفاقهم على النبي. وأما أنه طعنوا في إمارة أسامة، قالوا: أسامة منه؟ شنو هذا؟ فلأنه كان صغير حدث، والنفوس تأبى الانقياد للأحداث للشباب. السيد شرف الدين جاوب جواب جدا لطيف، قال: إنا نبحث معك يا شيخ الأزهر أنهم خالفوا رسول الله أو لا، هذا بحثنا، أما أنهم معذورون أو لا فذلك بحث آخر. دققت، معذورين لو مو معذورين ذاك بحث آخر. الكلام خالفوا رسول الله أم لا؟ نعم. قالوا: هذا شاب، كيف تعين شابا علينا؟ نفس المنطق قالوه بعد وفاة رسول الله، قالوا: علي بن أبي طالب صلوات الله عليه شاب صغير، شلون يصير قائد الأمة الإسلامية؟ وما نفذوا هذه الوصية. هذا مورد من الموارد التي خالف فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، فشنو المانع أن يخالفوا بعد وفاته؟ ونموذج آخر أيضا، هذا في كتبهم موجود، إذا تردون مصادر هذه الروايات كلها موجودة في كتاب النص والاجتهاد، ذكر 100 مورد تقريبا الصحابة خالفوا رسول الله في حياته بكتبهم، يعني البخاري مسلم. النبي في الحج قال لأصحابه في صلح الحديبية: احلقوا، تحللوا. البخاري يقول: فلم يقم منهم أحد. قالوا: كيف نحلق؟ كيف نحل؟ فأعاد عليهم ثانية: قوموا، احلقوا، قصروا، أحلوا. فلم يقم منهم أحد، ذول أصحاب رسول الله. ثم أعاد عليهم ثالثة: فلم يقم منهم أحد. راجعوا صحيح البخاري، مصادر موجودة بالصفحة والرقم في النص والاجتهاد، موجود كتاب النص والاجتهاد. فغضب النبي صلى الله عليه وآله ودخل خيمته وهو مغضب، أصحابه ما سمعوا كلام. ثم جاء له الثاني، هذا في كتبهم، فقال له: ألم تعدنا بالفتح؟
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وين هذا الوعد؟ الثاني يقول للنبي وين هذا الوعد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أنا قلت ذلك، ولكن هل قلت لكم في عامي هذا؟ في هذا العام قلت لكم؟ فقال: لا، يعني ما حددت لكم، أنا قلت لتدخلن المسجد، يعني الله قال، هذا تشكيك في كلام الله، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني، ما قلت في هذا العام، في عام ثاني. فهؤلاء الذين خالفوا رسول الله، ما نقول كلهم، كان فيهم أبو ذر، سلمان، مقداد، عمار، ولكن هؤلاء الذين خالفوا النبي في حياته ما المانع أن يخالفوه بعد وفاته؟ إذن هذه الشبهة أنه هؤلاء الصحابة الأجلاء كيف خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الشبهة شبهة غير واردة ومو منطقية، هذه الشبهة مندفعة بنص القرآن ومندفعة بشواهد تاريخية حوالي 100 مورد، الصحابة كثير منهم خالفوا رسول الله في حياته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.